هذا كتاب آداب السفر سفرك آداب تيسين كتابي السفر ميل رأي قد المسافة مسافة القذبو يلرأي باب استعباب الخروج بهو سنو نمدادين باب يوم الخميس مالا خميس لبهو واستحبابه باب استحبابه استحباب السفر خروج خروج سنو نمديس أول النهار مالا تقول شلبها وسنو نمدين بابها باب استحباب الخروج بهو سنو نمديس ينبابي يوم الخميس خميس مالا تقلبها وسنو نمدين بابي واستحبابه باب استحباب استحباب الخروج بهو سنو نمديس ينبابي أول النهار مالا تقول شلبها عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كأم الكري أنه أنك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو النبي بي في غزوة تبوك تبوك الدلمات بي يوم الخميس خميس مالنتي أي رسولك غزوة تبوك بي غزوة تبوك مي بوا غزوة دي ورسولك آخر غزوة غزاها رسول الله إلى رأيه صلى الله عليه وسلم غزوة دي رسولك دولوت اندن بويتيو مالن خميس وبهي كلكم مالن خميس فيله إن السفر وكان النبي نبغ ما هذا يحبه ونبغ إن جري هذا يخرج النبي نبغ إن به يجري يوم الخميس خميس ما لنتي إن به يجري متفق عليه حديث كان مسلم بخاري وافقا وفي رواية رواية صوفي صحيح إن مسلم بخاري سقناتي لقال لما ما يبيرا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء هذا يجر يخرج رسولك باو إن هذه أجر إلا في يوم الخميس باما هو سفرا باو يرأيتي إلا مالن جمع خميس لي سفرا باو انت قال إني سفرا باو إذا يرأيتي لقد لما فعل فائل لا غير له ما تسكى فيه فائل من له يعني قال أن ضرب الفائل فائل ضربه شيء يكره بس ما تسكى فيه لقد لما ما يبير كان رسول الله هذا يخرجني باو هذا ير إلا في يوم الخميس بهما ما لن تأس خميسة لصنايا إني سفرن با وعن ساخر ابن وداعة الغامدي ساخر بن وداعة رهر غامدي قبل شيء لن نسبه نسبة إلى غامد بدن من الأزدي كمدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول كميكو قول اللهم بارك الله وبركي لأمتي ومدي لهم بركي في بكورها بكور أمتي ومديك لهوش لهم بركي ومديك لهوش واكمر كبر يوك الله يان إلى أمبارك إيري وكان هو لنكن ماي هذي سخر سخر بن وداع لنكن اللي مدرج واي هان حديث ملك لما هذي هان والك الدراهي وكان هو سخر ماي هذي إذا بعث هو ميا يعني اللهم بارك لأمتي إلى أمبارك إيري بكو في بكوري هاك الله وش أمبارك إيوان مكور ما يلري أولا لا أولا لا نهاري ما لن تقول شيء هذا بتو وكان وكلكم وكان تن ما يبوا راوا كدر صلاي مدرج ساس ليو وكان النبي نو ما هذا إذا بعث النبي نو بقى دي درايو سريع تن إلى لن دراو وجيش دراو بعث النبي نو بقى دراي هم الجيش الجيش كسر دراي من أول النهاري ما لن تقول شيء يدراي واي وكان صخر صخر سون ما هذا تاجر عن لغنا أصلاو يهادي فكان هو صخر ما هذا يبعث يرسل دراي تجارته تجارة صخر صخر قصوى جناس شد دراي ولا النهار ما لن تقول شد درايو ما يوالي وصاد على بوا بركة أو ولا النهار ليش يجي صاد على بوا فأثرى فصار هو صخر هذاي ذا ثروة نقالك صاحبه ينقضى يريد تجاري دي ما لن تقول شد دراي فيد بدن هل أريد ساس له فأثرى فصار هو صخر ما هذاي ذا ثروة ذا غنى تنانو كون صاحب هانتي هلاي فايدي بدن هلاي ذا ثروة لقال كون صاحب لقال بدن يهلاي فايدي وكثر مالو مالو سخر سخر مال شين بدن دائر وام يوري وعديث كبو داود وروا الترمذي نقري وقال الترمذي ميري حديثنا ذا حديث واي حسن ترجي سسنة باب استحباب طلب الرفقة رفقة رفقة طلبوا كيدا سنون مذا ديان بابي وتأميرهم أمير كده كوكود على أنفسهم نفتوذي واحدا كأمير ولا يضيعوا له أديايا باب استعباب دلاب الرفاقة الرفيقين راديو كودا سنون مدى ديان بابي مركز سفر رمباو داد رفيقين الرسدين لما قف سيدقوف اسكدر سمايا
سينس كدم ريانو إنس كناري سان لانكن لانكن كلام كالمي وتأميرهم باب وتأميرهم تأمير الرفقتي باب استحبابي تأميرهم تأمير الرفقة ففقد أمير كدكضوشة سنن ماذا ذي بابي على أنفسهم نفتوذ أمير كدكايان واحد دنغلينك أمير كدكايان واحد كاسو يضيعون أديايان هو واحد كاسو يوا رفيق انت مركز سفرن بان كوشو يا أمير كدكايان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال ابن عمر ميكو قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شي ميكو قولي لو أن الناس الددك يعلمون أغاذ فذن من الوحدة كل النقشة والكسقن كل الدريرة وشل الدريرة والكسقن أغاذ فذن ما والوين أعلم أنه أغاذ فذن ما سار الراكب نشريز دريرة وصلاف لن والسارن مدريرة فن بليل في ليل همين وعدهم منفردن هالي شريز اسم الدريرة فنوا لو أن الناس الددك يعلمون أغاذ فذن من الوحدة كل النقشة والكسقن من الوحدة من الانفراد دي كل النقشة في السفر السفر كشريدة نقضاصو شريدة سفرات ولكسوكم اغاذ فذيك ما والوين اعلم انا انوغو اغاذ فذيك ما سارا راكب لن والسارا مصادفا لن لغا يوز خلافة لن والسارا ندابدي ستاويل ان مصادفا بليل في ليل مصادفا وعده منفردا هالي شريديس كل قصة سمي لفذي سناها اني رفيق لسمي سدو سفر كمركل باو جماعة لسمي سدو روا ما يروي وحديث كن البخاري وعن عمرو بن شعيب عمر بن شعيب الكوري عن ابيه عمر كاسا وشي شعيب عن جده جد شعيب شعيب ابو شي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال عبد الله ميكو قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شي ميكو قولي الراكب كان ولا سارا شيطان شيطان واي والراكبان الى مراكب الشيطانان الى شيطان والثلاثة سدن ركب جماعة واي سفر كي يتلمي هلينكو والكرونية سدلونغا لليمانا الراكب كانو ولا سابر دابدي سارو نصفراي شيطانون كشيطانين المديو والكرونية مانا اني شرية سفر والراكباني لم قفل سارن نجس لجرانن يون شيطانانيو يون افتيا والكرونية مانا هذا يعني ما يلي التخصيص بالركوب على خصصي مفهوم له لانك اونيو يعني واكيهم او دريره اين كذلك لا يشري صوب سفر شيطان لي معنا انا شيطان مركل لي ميل لجيدو لانك لان اسكو فايله مسن دريره سفر ايبن باي شري دي شيطان الكابر هاي سدو معنا شيطان لك شبه مي والي لان عادته الانفراد وشيطان مي بوا اما كنت غوني كدغد شري دي سد دريره قبل كو عاديالك اي قبل كو توغيالك اي شري دي سد دريره كان الرسول ميدا يوسول ماي شري سنتر ريال لي شري دنالو كان ديداي اي تفرد كشريدا بحاصل ديداي فعل شيطان اساسه لي معنا والثلاثه سدن يون ركب جماعه حديث الدقف له رب سفران مركاس شيطان نمدي مش بهايان شهاده دفو فيل جماعه نغداين كل مركز ميل طلبا هي السفر مع الرفقة هو سفراس جمال سفر لي شريدا لديداي رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد داوري أسانيد صحيحة وقال الترمذي ميكو قولي حديثنا هذا حديث وعي أسان ترجد صحيحة وعن أبي سعيد نبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال لما ذا سميرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء ميكو قولي إذا خرج ثلاثة سدقوا فدي بهان في سفر سفر حديث بهان فليؤمروا أحدهم كوشا أميركو والد دنوا إذا خرج ثلاثة سدقوا فدي بهان في سفر بهان فليؤمروا أمير كوالد دين أحدهم أحدا ثلاثة سديد كوش أمير كدك دين ساسا سنئل لنباها نيوا لنكولك الدم بوية تذكرون أمير مصر نغضا يان لنكا أسد تلدي سرقادة وصول شورة سمية ولي أنبهو سمية انغريت عديثنا السلوم رواه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي نوميك قولي خير الصحابة أصحابتك أن خير بضن أربعة فرواي أصحاب إسل صاحبان كان خير بدن أفر قوفك بالله وضعهم وخير السرايا إلى الياالة خير بدن جمع سرية سرايا لك جمعه سرية ميل ري القدعة من الجيش إذن يبكم إذا اللي ري أو بحاسو وأنها نقداس إذن كليكو بحاسو وأنها كنقداس إذن كم يلدري ري يتم إيه لباتم إيه ميلو لندري ولا ففي ريان هدن إذن كنقداس تاسا سرية ري كلكم وخير السرايا سرية لجميع سرايا جماعة وخير السرايا إلى ليالة خير بدن أربعة مئة أفر بغلوا
أفر بول إيدن هدينا قدو سرايا ولا نغري لأن تسري في الليل يمين كده المداسو ما لنتنا قرص ومس العالم يلن دلو وخير الجيوش جيشي على كان خير بدن جيش لجميع جيوش جيشي على كان خير بدن 4000 أفركم واي أفركم إيدن أيام بدن ولقو بدايان جيش عن خير بدن ولا يغلب أثناء عشرة من إلا ملك رويا ألف من ألف كن من أجل قلة يران دي ملك رويا إذن أديتم إلا مكون إذن أدير يران ملك رويا للي ولا يغلب أثناء عشرة من إلا ملك غالم نقضوا ألف من ألف من قلة يران ملك غالم نقضوا حوام يري وحديث كابو داود والترمذي وقال الترمذي مير حديث هذا حديث واي حسن درجي سسنه آهي تم إلا مقوف إذن يران مالن كرويا لليلة دي الشيطان والكلم قرحيو أمر كان الشيطان قغالب نقضاء داك الماهن رواي كانك دراسة جرتي وخيرو طلائعي دطوهن دا يعني هرداء ها انخير بدن 40 راسون يعني جرت فرطن قصي باب آداب السفر سفر آداب تسيان بابي والنزول باب آداب النزول دقو آداب تيدو المبيت وباب آداب المبيت بريو آداب تيدو النومي وباب آداب النومي انظر ما أدابته في السفر لبريه ولدقه أدابته ذي أنبابي واستعباب السراء للمتانسون المدى ذي أنبابي والرفق والرفق نمريو ينبابي بالله بالدواء بالدابي الكل نمريو ومراعاة مصاهي مصلحتها مصلحة الدواء بالدواء مصلحة ذليل علي أنبابي وجواز الإلداف فانقريو بنان انتهد على الدابة الدابة لفانقريو إذا كانت الدابة وديت تضيق تأودت ذلك الإلداف فانقريو هدي أودوب وأمر من باب وأمر من قف أمر شيئا باب يكسر قبض فلايو في حق حق الدابة بالقيام قمو الأمرو بحقها حق الدابة دابة حق شيئا قمو شيئا الأمرو باب أداب السير الدرير أداب تسيا باب سفر كل الدرير أو أداب تس إيوا النزول الدقو أداب تس إيوا المبيت بريو أداب تدي والنومي اندر ما أداب تيه في السفر سفر نهدي دي أيان انتاسوي سفر كيا دا اندراس سفر كيا بري غلاس سفر كيا دغاس اداتيس حدن وباب واستحباب الصرا ديل مدو يعني واكاي سنن مدهديان بابين ديل مدو وامي كل ديل مدو سفرك هاي وباب اداب الصرا ديل مدو اداتيدي والرفق باب الرفق دمريو يم بابي باب استحباب الرفق دمريو سنن مدي بل دواب دابتل داو دابدل دمريو ولا لك سفر او هلي هور جيلي والنول لك سفر اي جيلي فرسي ولا اس ولا نمري لي جاي يمين مال درير يوم الكل نفسي ومراعاه مصلحتي او باب استحباب مراعاه مصلحتي مصلحه الدواب دابيالك مصلحتي ولا الى اليوم ولا ينصب ذا الى اليوم ولا دبا ولا كريبا وامر من باب امر من قف امره شيئا باب يكسر هو منك قوبت فلايو في حقها حق الدواب دابيالك شوك قوبت فلاو لامراو بالقيام قمو لامراو بحق حق الدواب دابيالك سكشون قمو شو لامراو وجواز الارداف باب جواز الارداف فانجليو بن انت هذه الباب على الدابة الدابة كرشل فانجليو اذا كانت الدابة الدابة دي تطيق تي اوهدت ذلك الارداف فانجليو كان سدي اوهد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابي هريرة ميكو قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيء ميكو قول إذا سافرتم هدي سفر آسان في الخزمي آران هدي سفر آسان هلا آران هدي سفر آسان برواغ جرت فأعضو سياء الإبل قيل سياء حقها حق الإبل قيل أكشى سياء من الأرض أرد إشيكو سياء أرد داك دو إمانا حق أو أرد أو آران كاسي والكو داك دو ماهل درير يو إلي إلو ويلنيو وإذا سافرتم هدي سفر آسان هدوك غورتن سارا سولالة تهين سقولة سقوصة تهين متمانا ساسل نجيد فأعضو الإبل قيل سياء حقها حظها حظ الإبل إبل دافتية سياء من الأرض للكن قدافة ولي عما سانتوي أرن أياله وإذا سافرتم لكن هدي سفر آسان في الجدب آرن أبار سفر سفر آسان حلا باره هدي سفر آيتان ما انت داهدين يودر إريا ميل ديرتي فاسرعو دك دقا عليها على الدواب الدابية الكرشوك دقا السيرة صعودك كدد دجا فاسرعو دك دجا عليها على الدواب السيرة دلالك كدد دجا وبادرو دك دقا بها بالدواب لدك دقا نقيها لوشاكو لدك دقا معنى انت لوشين زولني دهانشين لمانا ميل دير سيو معنى انت داهدين انت كنا يبسوي هرقل يانا قاجي دلائت والقوص لهم اللي نفكي انوالين يوم ميل دير سيو مركز
وإذا سافرت مصلحتي الإلهية دابت مصلحتي الإلهية ولأن فليت مصلحتي وإذا سافرت مات سفراسا في الجدبي أبارك سفراسا أي في المحل أوكل وها وزنا ومعنى في المحل أبارك هديك سفراسا وهو محل إيو نيو جدب ميل راي إن قد أعلم طري خوب قوشي ويبصل أرض لأرض إن جغوشي أبار ريو هاي فأسر يعود الدجياء عليها على الدواب الدابية الكرشو السيرة الصعود كد الدجياء وبادلو لدقدقاء بها بالدواب نقياها لهشاكو لدقدقاء لهشان تلمان همين كما دقو سلودي سيان وإذا عرستم الدقاء سنفج التنبو فوق هذا طريق النزول في طريقه جد كد دقو شيكو فوق هذا وإذا عرستم الدقاء سنفج التنبو فوق هذا طريق أي النزول دقو بها فيها جدك الحديث دقول شكو فوق هذا دينام بيرمو معروف بحديث دات كم ينكي سأل مضاوك سائن جدك ديني شيء ولا عم بيرمان جدك لا تسمى الجيفة دو ما يوالي فإنها إن الطرق والديالك طرق الدواب والمدابع هو كتباو ولي والدباو ولي كلب والديال شو ومينكي جدك سام رايا جيبا نوادنا كوب صدايا أمينكي هو بدير ورابك اللي بيكي بحالكي كل جدتك هويا جفتي يوكي جران إيو إيرتي حكو بهايا أقول كن جدك هول إسكارك نباتي كويا سوريت فإنها إن الضروق الضروق دوت ضروق الدواب والبكو طباو دابة دواب دواب ميلة ما يدوب على الأرض يلرى والبكو طباو أوران ودد يو وما أول هوامي بحال ننول مكان الدمون شيء جدته بالليل في الليل همين كوا هوام ميلة ري والألوال بقو بحال ننول لا يعني واكي دورو لكم الله إلى أبسن تندحيت ولا غسوك لي ميران دوم ما ين وما أول هوامي بحالنا نول كي مكان الدومين شيء بالليل في الليل ما كي ميران دوم ما ين ميلو كل ميلي هذا نباتك لي أسمانا أي أو ما تلا سي وما ت بحال كاسن كلون نه ين جيف تنجد تليلي روا مسلم مسلم يا وادي كوري معنى أعضو سيا الإبل جيل سيا هذا هذا الإبلي جيل دفتي سيا من الأرض بالكيل شيء دفتي سيا مركل لي معناه اي ارفقوا بها بالدواب دابيال كن دمريا في سيري الصعود كل تراسين داقدو في حال سيرها سيري الإبلي إبل الدرير سي حال سيسين داقدو وقوله قول النبي نقيها كقولي هو قول كسي بكسر النون يالاخي نقيا وإسكان القاف نقيا وبالياء يالاخي المثنات لمدى دبيسي من تاعت نقيا وهو النقيق لكين شاقو المخ دوهو معنى الحديث ما يبوا أسرعوا للدقدقة بها بالإبلي للدقدقة حتى تصلوا إلى إسن كدير سن المقصد مكان قسطين كدير سن قبل أن يذهب تبهرتي مخها مخ الدوابي دابيال كنهوشو تبهرتي من ليق من لنك السفر سفرك الشديد اسدرادية نهوشي لتب من جهد ليق من لنك من جهد السفر سفرك مشاقدس آي لتب درادية والتعريس تعريس ما يلري النزول الدقو في الليل في آخر الليل غارهان امينك اخر شيء اللي دغاو راه ولا غلون درو تاسا تعريس لرو وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال ابو قتاده ماي كقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شيء هذا اذا كان هو رسول قد هذا في سفر سفر هذا فعرس النبي نبو دغو بليل في ليل امين دغ الا جاء النبي نبو جيف على يمين يمين النبي نبو مدك سان جيف ذا واذا عرس النبي نبو قد دغو قبل الصبح صباح ارتي دغون نصب النبي نبو اوغاي ذراعه غرب شي اوغاي والله راس وراس النبي دجا الا كفي غلن سك دجا بركن كو والد سينتر ميدن كتابنا معنا كان رسول الله دائما ما هذا اذا كان النبي في سفر اديا او فعرس النبي نبو دغايو بليل في ليل امين اخر شي دغاو ولا وجيف فضاو اذ جاء النبي نبو جيف فداي على يميني ميدك دسان جيف فداو امين كدتسل روغما ستوس ميدك دسان جيف فداو وإذا عرس النبي نبغى ديون يوم دعو قبل الصبح الصباح ورتي دعو نصلا الصباح نوتة دعو ندرم ما شيء اسمع الفضاء صلاة الصباح تدك تباس مركز ندرم توسع من جيف دانة نصب ديرا أهو غرب شيء هو جاي غرب كسر يرد ده والله أي رأس هو مدي شيء على كفي كتجيه كل كن لانغالن تي سلم هم دري ندرم من توسع صوت يا سيدا كل كن سيو هن كوا فداو تبا ما يري واديت كمسلمون إلا أن ندرم هذا مركز ندراس ما إلى فداي وقتك أو أذهك حسن إلى عليه صلاة الصبح كين كتبنا معنا هدي هذا مين كنا فرتو هذا إلى عشان سال لساعة جيدو نبتو مركز الصبح جيفت صلاة الصبح أن كان لك وياه معنا كل كن جيف كسر جيف داس أن كتر قال إني صلاة الصبح أنا سياك كاف هدي إلى فداي كيف إذا كاف هدي هذا آخر الليل هو بسون دراو صلاة الصبح لو ت ستوس من دران رسولك
سكرب شيء رضاي للي قال العلماء علم دوليس فسران ميرنا إنما نصب النبي نبوك أوغي ذراعه ذراع النبي نبوك قال انت قرب شيء أوغدي لألا يستغرق النبي نبوك أي ما شونه درادين أوغدي في النوم ينترمي كما شونه هو يعني فتفوت ريض هو ما شونه ندرمي دوران كتاب ريض فتفوت تبتو صلاة صبي صلاة صبي تبت ريض عن وقتها وقت صلاة صلاة وقت شكو تبت أو عن أول وقتها لما داس ملو قلو صلاة صبي كو تبتون ملو قلو ورشي وقت شكو ورشي كو تبتون ملو قلو ساز درادية ترتيم من دراني قرب شيء هو غير للي وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس ميكو قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيء ميكو قولي عليكم لازمة بالدلجة هراب ديو لازمة في الميوالي فإن الأرض أرض تطوى هي أرض والدوبة بالليل في الليل يمين قالوا دوبيه عليكم لازمة بالدلجة هراب ديو لازمة دلجة ميلة راي سير الليل أمين قالوا صعد سحرا كان أو غيره إلى بدل هذا غير هذا لا المتان لا يراد عليكم لازمة بالدلجة لا المضوء لازمة في ما يوالي لا المضوء كفايدة له مين كن دري راو فإن الأرض أرض يتطوى هي أرض الدوبة بالليل في الليل مين كن الدوبة أرض النوم والله الدوبي أكل والدوبة تصدق وهذا النوم بحقيقة هان له الدوبة والله الله بي مستر سليم الجدو يعني ما ينقل الجدة يعني همينك شنكر شيء يري والكم رب شيء أو والكلمة له CEO for فرح سناني فين لان والكمش قول يوم له درة رسمانة هو يعني هو بواكبر يضو ميل در دير تيار غاسريت يعني ساسلن جد دوبو كمانا فرح يكسو داسو رواي كره راسو جرت عليكم بالدل جتك الله لازمة هلابو ديو لازمية للمضو فإن لله ملائكة تنالي يضوفون الأرض أرض للمسافر يضوفون الأرض أرض هندوبين للمسافر كما تضوى القرطاس ورقدس لن تدوبا اوكل يعرض هن تدوبا رواية راسون يعني جد هاي كل كن ساسو سنو داس ماي بامين كسي ساسن صادو مانا هاي روا ماي هلا دل مدو كفايد داس اللي ولا دوبا اللي عرض لها دوبا حقيقة ناقو توي مسمى يعني ولكن دوبا فرح يكو قل داسو بالليل في الليل يلو دوبا اما بالليل بسبب الليل وطني يقيل ميل ري على حقيقته وأنها ينزى فيه بعضها في إلى بعض لها الدوبه وقد ويدخل فيه وقد ورد عليكم رواية أصلية ونجرتها وقيل ميل الجيدة ولا الدوبات ميل الجيدة إنه مجاز عن قطع الدواب فيه من المسافة ده بدأ ميك ذباس مسافة والمالنتين قذبان مالنتين ميوالي مالنتو كوريلا جرب شي جرت مانا مركبان نوغس ده بدأ ميل دير مسيدس لكن هبين كي غوبوب جره غوبوب كسك دره راس كلكم ولدول كي لحدوب يو كلكي نغد اساسا لنجيد روا ابو داود يا بسناد الحسن ودل جت ميل ري اسير في الليل امين كل صاد للليل 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 متان على رمانا انا ابي ثعلبه ابي ثعلبه ميل كوري الخشني قبل شي خشني للنسبه رضي الله تعالى عنه قال ابو ثعلبه ميك قول كان الناس ضدكم هذا اذا نزلوا هدي دغان منزل مكان دغو دغان تفرقوا شل تباين في الشعاب تقوقي والأودية وادي ألقك شل تباين فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم شل تبكين في هذه الشعاب تقوقي ألقك نهديوك شل تباسن والأودية وفي الأودية وادي ألقك شل تباسن إنما إنك المهن ذلك ذلكم التفرق شل تبكين كاس من الشيطان الشيطان الشيك وهذه فلم ينزلوا مدقن بعد ذلك مركاس صابت بعد شم مدقن بعد ذلك القولي منزل مكان دغو مدغن الا لما بعضهم بعض قود دمما الى بعض ان دمما هو ما يري وديت ابو داود بسناد كوري سند كاس حسن هي اميل يا ابي ثعلبه الخشني صحابي غير انصاري اسمه جرشوم بن ناشر الا ابو ثعلبه مغاشي جرثوم بن هاي يعني وكيل راجع جرثوم يا مغاشي لنكسي قال امريكان الناس ددكم اي هذا اذا نزلوا مركي دغايان منزل مكان دغو دغايان سفر شو مركي ميل دغايان اورنا تفرقوا شل تباين في الشعاب توغيال كا شل تباين والاوديه تي واديال كا شل تباين شعاب يا اوديه ماي كشلين شعاب توغو غلره اودين يا نتوغلو لكن شعاب تو ماي بو اطريقو في الجبل شع يعني شعب شعاب لك جميع طريقو او غلو شعب لجميع شعاب اطريقو في الجبل بورتنا تيجد مراو يا شعاب لره بورتو مركي سدن بينت لما تيم يرى جدل دوب لما راك اس شعب لره او دين ما لره قبل كو ادق او شيبت ايان
أو بورتسي بورتس لاتيو ميلن ده هاي تو أو بيوم رايان يا أودي أنا ميلو سيدي أو نيو يكشل تواين ريت فقال رسول الله ميري إن تفرقكم شلتابكم في هذه الشعاب توقوكم كشل تواسان وفي هذه الأودية وادي ألكن شب شبتا كشل تواسان إنما إن كلمهان ذلكم سنكاس تفرقاس من الشيطان يكوى هذه شيطان وسواس يئيو يكوى هذه ومعنى شيطان بادي دي سكوى هاتيو ما يوالله قولي ما يوشتا تفرقاس بس تبقى لأني قولكم فلم ينزلوا أساتي مدقن بعد ذلك القولي قولك رسولكم قولي بعدش منزلا مكان دقو مدقن إلا لما بعضهم بعضهم ضدهم ما إلى بعضهم لما لم يسد سدية فرفرة ميلن جيفة دائنه شلطبك والكويري شلطبك أسلم وقلعي ما يقول لي شريده هو قبلك شلطب تهدوه كين قدق بدو لباتك إن إذن لك دفاع الله عنه نقلاص هوا ما يريد وديث كابو داود بإسراء دين حسن وعن سهل بن عمر وقيل سهل بن ربي بن عمر الأنساري المعروف لنكسو بابن الحنذلية لنكسو حنذلية بلا ميت لراء ينكشي يل لنكسي وهو رجل كسيغان من أهل بيعة الرضوان صحابي جليل وا كن يفرت بغل يكم إذهاي أهل بيعة الرضوان لراي هو إلهي كرا الله نقدي رضي الله عنهم وهو من أهل بيعة الرضوان بيعة الرضوان هل شيك وهذي عديبي بلنك تحت شجرة للقلائك الجري آهي قال ما يقول أي مرة ما يبقى مرأي رسول الله صلى الله قال هو لنكن سهل لراو ميلي سهل بن ربيع بن عمرو مرأي مرة رسول الله يا مرأي ببعير قربوك ومري بعير كاسو قد اللحق الظهر وظهر البعير قربوك إرتيس بهلالي ببدنه بدن البعير بعير كورولي إسرائيلي إرتيسي كورس شلنك كسانيس كدق نو سلم حاش دراديه كورس لاين يا رجل رسولك هو سين حاش نقد إلا فاش إسكدق نيو كورولي سيو نيو دبري شيف لنشال كسان إرتيس لنشال كسان فقال النبي نومر اتقوا الله دضوا إلهي كوبصدا في هذه في هذه البهائم أفلاو يالكن هان هذه إلهي كوبصدا يري بهائم تلو ديرن كجيل لنجيد اتقوا الله إلهي كوبصدا في هذه تن هذه إلهي كوبصدا تي البهائم أفلاو يالكن بهيمة بهائم لك جم بهائم تاسو المعجمة أفلاو غن هذلان دنتي إن شاغدان فركبوا كراها دوابت كرا صالحة تنهالة تنسو بداس للركوب كراو نسو بداس يو كرست كراو نسو بداس كراو وكلو آمها الدواب الدابيالك آما صالحة للأكل آموها لنسو بداس يو كرست آمو نسو بداس يو كرست داب كراو نسو بداس ساس كراو للي ما صدحاش ننك نكدين نحريسا سمي إلهي كوب صدا للي با امت صدا ويلن روام يريو عديد كبود داود بسناد صحيح ونبي جعفر نبي جعفر كوني دسلنك لرأي مغاش عبد الله بن جعفر صحابي جوا جليل كاي اهي عبد الله بن جعفر بن ابي طالب القريشي الهاشمي رسول كدير شيء جعفر يسيد عليه اهي اسم اسماء بنت اميس الخثعميه وقدم مع ابيه المدينه من الحديبيه وهو اخو محمد بن ابي بكر محمد بن ابي بكر ايو يحيى بن علي انت اسلم لامها لهاي ماي ولي اسماء بنت اميس تمي بو ددبدن همرتي اسماء بنت اميس ودان مي باقب جري جعفر بن ابي طالب رسول كدر شي نوكشي جعفر مركي كنمدي غزوه موت تكنمدي حدن مي غورسدي ابو بكر غورسدي حدن يعني كوريا كدل يسون محمد بن ابي بكر اللي صديقه حدن مركي ابو بكر يعني واكي مثلا نمدي حدن بعدش علي بن ابي طالب حدن غورسدي يحيى بن علي ان دلي حدن ددبدن اني سمرتي مانا او وان لمبيه غورسدو بو يعني بدننا لمدا الهي معنا كل مركاس ارتي كل كم بيسوا انت لك اكاده يعني ساسو كلو مي وري جعفر هاي يعني واكه سو قبو دمدي حدن ابو بكر دمدو قبو دمدي مر افد حدن علي بن ابي طالب على دي لدي خوارجين دلاين اسون دمدي يعني واكه مثلا بسمدا سدلي عبد الله بن جعفر قال ما يقول عبد الله غاس اردفني رسول الله اي فانغلي انو يراهاي دابد ساريني قدال شيء ساريو ذات يوم في يوم ما لنتو خلفه وخلف النبي نبق قدال شيء فانقلي واسر النبي نبق إلي أن انتكاء إن سرعي سدي حديثا شاكي إن سرعي سدي لا أحدث أنا إن إنشيكو يان بي بالحديث أحدا إن إنشيكو يان أحد كاسو من الناس وكان النبي سرتس أسوال قرية ولي لك إنشيك إسمارك دريري ما إيه ولي عام لنشيك عام لنشيك لكن ولي خاص هذا لك إنشيك صحيح اني ارتو دريري دول كروني معنا سرت لي لالي حديث ام بابا اوروري باب حفظ السر لراي
كان دعاء كوسا عبيه ونقول يرو إلى علي رسولك سرتيس لعمي شغالي وكان أحب ما وكان ما يبه هذا أحب ما شيء كان لنجيلن بدنيه استترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء إسكاستروا به بما ما إسكاستروا كان لنجيلن بدنيه ما هذا لحاجته حاجة النبي نبغ حاجة ذي سنسكاستروا ما يبه هذا هدف شيء مرتفع واي هدف شيء سري بوش هدف يا هذه بوت قبل بوت اسكاس راي مركي اجي غوديدو هدف بوت واي او حائش نخلين اما تمر بوتشي بوت تمر تمانا او دي بوتشي ميلا اسكاس راي يعني حائض نخلين ان جيد فسراي تمرت درب يعني بوتشي دربش اسكاس راي وميلو كغبدايو هاي يعني سا سمعو شاهدك وكان احب ما اي يعني ساسو اردفني الفضائيت دابد هوب لانك لك هذا كورتيني لانك كل سارة وكذال شيء كذالك بنا ننتهي عديد تسي هاي ما يكال عديد تسي هاي لتواضع النبي نبق اني نسوينا يعني تواضع اي دابد اس لانك الكرسي هاي رواه ابو داود ابو رواه مسلم يو عديد كوري هكذا ستان كوري مقتصرا هاري عديد كتل حقابي وزاد البرغاني وشيخ البرغان في العديث مجزي هذه بإسناد مسلم مسلم سنسي مجزي هذه بعد قوله حائش نخل تمر بوت شمركيري فدخل النبي نبوك قالي حائدا بيريا قالي حائد كاسولي رجلين لي رجلكم من الانصاري فإذا في الحائد بيرتد هذه ميك سونا هذه جمل قربي كسونا هذه فلما رأى الجمل قربوك مركيا رجاي النبي بيرتي قربي كجري مركيا رجاي النبي أرجي يا قربي والعقل لي يأكل جرجرة قيلي صادي وذرفت عيناه لم يسن بوض يشب من او يبمانا قربكي قيل لي او يغا اسكدر يسولك بو ارغيوا وكأنه يتكلم سوى هذا الله لميد قربكي ورسولك انشاك وضاها يو وو وضاها يو لميد اي فلما رأى الجمال قربكي مركي ارغي النبي نبق ارغي صلى الله عليه وسلم يجرجر صوته جملك صوتي الجرجرة تميل اري صوت يردده البعير والاره صوت قربك نقنقو اولو الاري اولو ليوكلو وذرفت ما يبقى الشبنتي عيناه وعين الجمل قربكي إن روش يا شبمان إلى الشبمان فأتى النبي نبوك الكون لن أوي والسبين إلي لن كوبكي أوي يقدا قال أنت لساري ولا سبرسي فأتى النبي نبوك إن سيدي صلى الله عليه وسلم الجمل قربكي يا إن سيدي قربكي يا ورقي يا إن سيدي كي لي فمسح النبي نبوك مسحي سراته سرات الجمل جملك كرسي أي سنامه وكسوبك انفصلي سنام الجبل جبل كي كرس يا مسعي وذرفاه ذرف الجبل جبل كي يعني قربك سجى جمري وهاي وذي فأتاه النبي فمسح مسعي سراته سنامه وسنام الجمل قربك كرس يا إيه وذرفاه دواديس ذرف الجمل قربك دواديس مسعي وا قربك دواديس يا مسعي قيل جرتك ساين دوادك ولا يمانع تذكر شيء دوادك قربك دواديس انكسرلك يا مير هي ده شيفا والساسو كلو فسكن يعني حصلي فسكن الجمل قربك يا حصلي قربك يا ميلو كنت تابدي كروس كي دواد دي تابدي سلم مساي شموغا اريو نبا فقال النبي نو ميري من رب هذا الجمل من صاحب هذا الجمل يا قربك كان ايله ايله قربك من رب هذا الجمل قربك كان ربي شي ايو اي من صاحب هذا الجمل وا قربك صاحب شي واك لمن هذا الجمل لمن قربون عين سوقنا هذه سيري فجاء فتن دلن يري كوي فتقى سو من الانصار المدينة فقال فتقي ميري هذا الجمل لي قربوك رسول الله أني لو يا رسول الله وا. يعني يا رسول الله من كدرائن تلذذا لاسمه نبق مقاشي مع انصدائم يا رسول الله يو يرى فقال النبي ميري أفلا تتقي الله إلهي مكوب صدا سواد في هذه تن هذه إلهي مكوب صدا سواد البهيمة بهيمة التي بهيمة صوم لك كالله إلهي كملك سي إيها بهيمة إيها بهيمة كملك سي إلهي من قوم صلاة صو ما يقربون هاشن كدك دي صدن ويلي ما يقاجدن كدلي ما يغفى هذه دي ساري فإنه إن الجمل قربك يشكو شاك دي إلي أن انت كأين شاك أنك هذه بتجيع إني قاجو سياس هو جملك قاجو سياس وتدئب أنت لباس هو جملك لباسه إن شاك ما يسن ويلي ومعنا إلهي من قوم صلاة صو قربون نوراي والسيو رفات كذا كويدا سوكي مين رورو دا سو ولن سيان ويلوي سالري والوعديو
كلكن دابد مصلحة دي إني لكشجعي كشجعي سدي دميرك سيفدا ويل دي دلي ما أمر أقول دميرك يعني هنغرسي يعني واقعي هنغرشي بيوشي بس أقول وأنا كشجعي سدي ملما أنا لكن دميرك دنتك بوجي ده بعده توفك درتوا بيجوه مركز دم بعده هوا بكوينا تريدة دماغ من ما دامس كدرت ما أقول على ليه ما أنا أي دعوة إني جيس توي سيفنا عند علي رسولك صلى الله عليه وسلم روا ما يري وديت كابو داود كرواية البرغاني لانك برغاني لراي رواية دي سو كريم وري ابو داود سن واو دو ديرفا ولي ككن فسريوس ديرفيا تل ماماي واو دو قولور قولوه واو لو راوي راو قول شي ديرفا وديرفل جمري غربك دو اديسري هو ديرفق بكسر ذا ذلك هوس لو شي لاخ ديرفا ذلك سول معجبه للنبي سو اسكان الفا يا لاخ ديرفا واو ديرفا ما لراي لفظ واي لفظ قاس مفرد شريدي سه مؤنث تانيث الف تانيث كجرت رغاي مؤنث لتانيثي ذرفاوة اخرى اخرى قال اهل اللغه تمرنا تلما ما ذرفا ما لري الموضوع ولا ره الذي مولا او يعرق ديدو من البعير قربك ديدو انت كيال خلف الاذن دقدق ذا الشيك يا لك يا ريمانا وقوله تدئبه كقولي اي تتعب انت هذا لباسه جملك لباسه وعن انس رضي الله تعالى عنه قال انس كنا ما هنا اذا نزلنا منزلا مكان دقو هدي دقنا نصبح نحن متكدان سلم تكذان حتى أنا حلا إلى كفرانو الرحالة كبدوي كذان تكفرانو هاي بربك يخرون أذين ولا ميلك وقرب سداس اللي ديده ده ميلك يخرون ده تذكر شيء كوي سداس سوك اللي ديده هو شيء كم هو كوس كذا فصلاة متكذان اللي بربك يخرون فراني ولا أسك مركي كنت جينو سلم تكذاني هو ولا نهري سلم بعدين كنا أون ما هاني إذا نزلنا هدي دقنا منزل مكان دقو لا نصبح نحن متكذان حتى نحل نحن نصلي لا نصلي لك لكن لا نصبح لا نصلي متكدان حتى نحل نحن الى ان كفران الرحال اغلك كدجانو على ظهور عن ظهور الجمال قرب دبريال سو كدجانو نار يسنيو رواه ابو داود باسناد على شرط مسلم يكوري وقوله لا نصبح اي لا نصلي متكدان نافله تسن متكدان الى ومعنى الحديث حديث معناه شيء ما بو ان انا مع أحير سناد ذلك أن للقب على صلاة صلاة نونك ذا لأن للقب لا نقدم ممريسيانها الصلاة صلاة ممريسيان على حد الرحال أقلك فروشي وإلى حتي الدواب الدابيالك راح يوشي ممريسيان صلاة ذا بدن راح يان أقلك كدجان مركز صلاة جليني تكذاني ليمانا ومعناه أن مع أحير سناد ذلك معناه معنى الحديثي حديثي معناه شيء ما يبوه أن مع أحير سناد ذلك أن على صلاة ذا لأن للقب لا نقدم ممريسيانها صلاة على حد الرحال أقل كفرو شيء ممريسيان أقل كفرانيو وعلى إلى حد الدواب الدابي الكراح يوشو صلاة ممريسيان بل أقل كديجاني دابدا راحو يعني مركز صلاة تكدانيو باوي عانة الرفيق والله أعلم